قال رئيس تحالف العزم وتقدم خميس الخنجر إن الاعتداء على مقر نائب عبد الكريم عبطان جريمة سياسية، مشددا على عدم مرورها من دون عقاب. الخنجر لفت في تغريدة له على تويتر إلى أن تكرار استهداف قيادات التحالف ومقراته يستلزم موقفا وطنيا حازما ضد السلاح المنفلت والمجاميع الإرهابية والتي تعبث باستقرار العراق، مشيرا إلى أن التحالف لن يتردد في اتخاذ قراراته مهما كان حجم الضغوط الداخلية أو الخارجية.